سير الله يعاونك باقي شاد. ما فيهاش جاج. ردي عليك. ردي عليك راك من رقي وتنعرفوا بنادم واش تيضرب بنادم. اش بان لك الكلام زاكي ولا ماشي زاكي؟ خينا. ما كانش هنا. شلون؟ بالك عطيت سجلك. ماشي هذا. ماشي. ما ها؟ ها؟ نقص شوية نقص شوية نقص 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 زيد 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 زيد. اذا مساء الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. اليوم حنا تنتواجدوا امام سوق بالرباح انا بسيدي يوسف بن علي مع السي المختار اللي تيبيع اكله ديال باولون محبوبه واللي تيفضلها المغاربه بصفه يعني المراكشين عفوا المغاربه بصفه خاصه في الوجبات ديالهم خلال كل وجبه يعني انه يتناولوها خصوصا في هذا فصل الشتاء وفي وقت هذا البرد هذا. فالسي المختار تبارك الله ما شاء الله بحكم انه من غير انه بائع ديال هذه الاكله ديال باولو فهو زجال تيدير قصائد زجاليه فقرر يعني خلال المشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال انه يقدم واحد القصيده زجاليه للمنتخب وكذلك المشاركه ديال المنتخب في قطر ويعني وهذا الانجاز التاريخي اللي والتي قدمه المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال هذا. فغادي نخليو السي المختار بطبيعه الحال يقربنا من نفسه ويعني تحدث على نفسه من خلال هذا المباشر. تنشوف تبارك الله ما شاء الله كاين واحد التفاعل كبير والحمد لله احنا قناه الشعب وتنبقاو دائما مع الشعب بطبيعه الحال. السي المختار مرحبا بك معنا. الله يحفظك. نعم سيدي مرحبا بكم وكنشرفني نعم سيدي ملي تلاقيت مع قناه شوف تي في عندها مشاهدين تبارك الله والله يعمرها دار ودائما عندها واحد الحدث بعد يعني الاحداث ديالها دائما الحقيقه وما هو اجتماعي ما هو وكنتمنى ان شاء الله مزيد من التالق وانا من المتابعين ديال شوف تي في. غير هي باش بغيت نقول لكم هذا العرس هذا ديال هذا العرس المغربي وهذا الانتصار المغربي فحنا كنهديوه بالدرجه الاولى الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي والامه العربيه اللي ساندوا المنتخب الوطني في هذا الانجاز وفي هذا العطاء هذا وكنقول لهم شكرا من هذا المنبر هذا وشكرا لقطر اللي انضمت كذلك هذا التنظيم الهائل لانه لم يسبق لاي دوله من قبل لا غربيه ولا مع مرشد ولا يعني غربيه سبق لها ومثلت يعني انضمت هذا الكاس بهذا ما شاء الله يعني شيء كيشرف المغرب وكيشرف العرب وتحيه للناس ديال قطر وبزاف بزاف والله يجزيهم بخير وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق من هنا في القدام وهذا الشيء اللي عطى الله والفرحه كيف كتشوفوا بانه راه المغرب كامل يعني الشوارع المغربيه كامله تبارك الله راه المنتخب خلق واحد الحله جديده للشارع المغربي وكنتمنى لهم ان شاء الله مزيد من التالق وراه مفرحنا بزاف والله العظيم الا بهذه الاحيان اللي انا شخصيا تنقول واش انا كنحلم ولا ولكن حنا هكا باش نكونوا واضحين حنا هكا سبحان الله كنا لانه كنا تنقولوا دائما كنا كندخلوا مغلوبين وما خصناش باقي ندخلوا مغلوبين فانا تنقول اي عربي واي مغربي مهما كان ثق بنفسك يا عربي وثق برجولتك وثق بشخصيتك وثق بعطائك فهذا من حقك فهذا من حقك ما بقيتش ندخلوا لشي معركه قدام الغربيين وحنا من كنشعروا بالانهزام فربما هذا الشعور الداخلي هو اللي كيخلينا حنا دائما خصنا نكونوا كنشعروا بانه راه حنا داخلين نعطيو ماشي داخلين باش نشاركوا لان بزاف وبهذه المناسبه هذه كيف جيتوا بالصدفه فمرحبا بكم انا راه درت واحد الزجل على المنتخب المغربي وان شاء الله غادي نديروا ان شاء الله هو على قطر وغادي يكون خير ان شاء الله وكنهدي هذا الزجل ان شاء الله للامه العربيه والمغرب العربي والمنتخب العربي والناس ديال قطر ويعني ودول العالم بصفه عامه وحنا اليوم هنا كنتواجدوا بسيدي سي بن علي وتحيه حتى لنا سيدي سي بن علي وحنا معكم هنا من قلب مراكش من قلب المغرب من مدينه مراكش اللي هي مدينه النكته ومدينه العطاء ومدينه الابتسامه والبشاشه وحنا معكم وغادي نبقاو معكم وغادي نحكي لكم هذا الموضوع باش تخلوني ان شاء الله باش نكمل على الخدمه راه عندي بسم الله تحيه لك يا منتخب تحيه لك يا منتخب حياك الله يا منتخب مزيدا لك من التألق يا منتخب مثلت العروبه
مثلت العروبة وما تركت فرصة لغير العربي منا سخر، وما تركت فرصة بالفريتي للغرب منا سخر. كل عربي وكل مسلم بك افتخر، كل عربي وكل مسلم بك افتخر يا مغربي يا منتخب، وزاد حبه لك أكثر فأكثر، كل الشعب المغربي وكل العالم زاد حبه لك وازدهر، وحبك في قلبي زاد وحفر يا منتخب، وحبك زاد في قلبي وحفر يا منتخب. فاجأت العالم بما لم يكن منتظر، الكل بك تغدى والكل بك تعشى، ولما طلع الفجر بك فطر يا منتخب، بك فطر يا منتخب. حبك وإنجازك في العالم انتشر، ولا بيت في العالم ما تأخر عليك وما نقر، ولا بيت في العالم ما تأخر عليك وما نقر يا منتخب. كم أحبك يا منتخب. وما نام أحد إلا وعليك سهر، ما نام أحد إلا وعليك سهر، بعدما طال الليل وطلع الفجر يا منتخب. دخلت وكتبت وتركت التاريخ، ولم نرى من قبل ما منك صدر يا منتخب، ما منك صدر يا منتخب. سنحكي تاريخك لأحفادنا مهما طال الزمن أو قصر، وسيبقى محفوظا في كل قلب وفي كل صفحة وفوق كل سطر يا منتخب. بارك الله عليك، يعني كلام من القلب، يعني الدموع، يعني في الحقيقة يعني الفرحة دائما متواصلة في قلوب المغاربة، وما يعني كما تيقول السي المختار في القصيدة الجزائرية ديالو، يعني حفر يعني هذا المنتخب حفر بصمة كبيرة في قلوب المغاربة، والحمد لله أنا فرح المغاربة وفرح العرب وفرح. يعني شحال الوقت تقريبا بالنسبة للقصيدة الجزائرية؟ القصيدة أنا كنت يعني نقدر نعطيها مثلا ساعة ولا ساعة ونص، نقدر، لأن شي حاجة كتطلع من الحب ديالك وتطلع من العمق ديالك، يعني راه كلشي تيجيك ساهل. والله العظيم مش بغيت نقول لكم إلا أول مرة كنعرف بأنه الفرحة كتصدم، أول مرة في حياتي، أول مرة يعني كنلقاها مماثلة للفاجئة، ولكني الحمد لله ملي كانت بواحد يعني واحد الفرحة ديال الانتصار، وواحد الفرحة للمغاربة وللأمة العربية ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله وحنا فخورين بهذا الانتصار، ويحصل لي الشرف يعني أني كأنني مغربي، وأفتخر بمغربيتي وأفتخر بعروبتي وأفتخر بأنني مسلم وأفتخر بأنني عربي، واللي أعطى الله هو هذا. يعني تحية لكل المغاربه ولكل العرب، وجل عطى الله وجرات يكون شعور رباني، راه ما غاديش يمكن الانسان يحيدو منه، راه ماشي غير انا، راه المغاربه كاملهم، لانه البارح في الشوارع ديال مراكش، والله الا الناس البارح الا كتعوم في النافوره وسط الماء، كتعوم والبرد واحد الوقت متاخر هما تيعوموا، يعني واحد الفرحه، يعني راه ماشي راه في القمه ديال الحدود، راه لا شعور. فانا فين قلت لك اودي بانه راه المساله ديال يعني الفرحه تيار عندها واحد التاثير حاد اكثر من الفجعه، وفي الحقيقه اول مره كنحس بها، اول مره يعني عمرني ما كنت نهضر، ولكن يعني بكيت بلا شعور، وهذا الشيء راه رباني والحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله. الله يعطيك، يعني فرحتينا وفرحتي جميع المغاربه اليوم، يعني كل واحد يعني اليوم انا كل مغربي يعني تعبر على الفرحه ديالو والاعتزاز ديالو والافتخار ديالو بالمنتخب الوطني المغربي بطريقته كما شاهدتوا معنا. فاليوم احنا مع السي المختار هنا امام سوق بولرباح بسيدي يوسف بن علي، اللي ما شاء الله يعني قصيده زلزاليه نجميله جميله تتلمس القلوب والاحاسيس والمشاعر ديال كل مشاهد لهذا المباشر. واليوم يعني الفرحه فاليوم احنا ما يعني اليوم هذه فرحه كبيره بالنسبه لينا احنا كقناه شوف تي في، قناه الشعب، وبالنسبه للسي المختار اليوم اللي من خلال هذا المباشر يعني كما تنقولوا اطرب المسامع ديالنا بهذه القصيده الزجاجيه، وان شاء الله غادي نكون لنا موعد اخر معاه في قصيده اخرى. تفضل. واحد الكلمه كيف قلت لكم، تحيه للفوز وتحيه للشعب المغربي وتحيه لدوله قطر. تحيه لدوله قطر اللي مثلت المغرب، اللي مثلت العالم، اللي مثلت العالم العربي، وعطات لي كلمه العرب مما تستحق هذه الكلمه.
يعني اعطت لي كلمه العرب وتحيه من قلب المغرب من مدينه مراكش اللي هي قطر. فهي في الحقيقه يعني خلت يعني الغرب خصو يعتذر من العرب. فالعرب يعني كان عندهم بانه كلمه، ولكني قطر 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 يعني اعطت الكلمه المستحقه للعرب، كلمة العرب. وحياك الله يا قطر، وعطاك الله الصحة قطر، وشكرا لكم، تحية للشعب القطري وللشعب العالمي. ولا إله إلا الله، الشيء اللي عطى الله اللي نقول لكم هو هذا. والله يحفظكم نعمة سيدي. كاين شي سؤال فمرحبا نعمة. الله يحفظك ليا، الله يحفظك. ما كاين شي مشكل، حنا مستعدين. خليك رزق هذا، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. الله يطول عمرك. ان شاء الله الجلجل ديال قطر ان شاء الله. وكنتمناو ان شاء الله ندوزو ان شاء الله النهاية. وهادشي راه ماشي ماشي بعيد، لانه بلد المغرب فهو راه بلد المعجزات، بلد المعجزات. كيف قلت لكم علاش المعجزات كتخلق؟ لان ما خصش الانسان يحتقر نفسه. ما عمر الغربي دائما تيخصني ندخل عرض راسي بان انا بغيت ننتصر، ماشي داخل الانتصار، ماشي على حساب المشاركه. ما عمرني شعر بالضعف، ما عمرني شعر بان راه هو غربي وانا عربي. لا، فالعربي هي اللي العربي هي اللي كتعطي. فالعطاء العربي اكثر من العطاء الغربي، وهادشي من قديم الزمان في جميع الميادين، ماشي غير في الميدان الرياضي. وتحيه لكل الشعب المغربي، وتحيه لملكنا. فكل ما اعطاه للرياضه فهو اعطى اكله، فتعطى انجاز تاريخي. وتحيه له وتحيه للاسره الملكيه ولجميع العالم العربي. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني كلام ما بقاش عليه ما يتزاد من كلام من يعني من يعني من تبارك الله، من الشعور فعلا غريب. ولا هادشي اللي تنعيشو مع المنتخب ما يمكنش انه تصور ولا انه يعني توصف. فالحمد لله على هاد يعني هذا الانجاز، والحمد لله على هذه المشاركه ديال المنتخب، والحمد لله على الفرحه وهذا الوطن اللي ولات يعيشها المغاربه بصفه عامه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ما بقينا نشكر السير مختار من هنا من امام سوق البوله الباح. مرحبا بكم، الله يكبر بك. مرحبا بكم لدرجه لدرجه. مراكش راه الا جيتي لمراكش وما كليتي باولو بحال ما كليتي هادشي اللي كاين. ومرحبا بكم عند السي المختار باولو هنا امام سوق بول الباح بسيدي سمع علي. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله عليك السي المختار. الله يوفقكم وشكرا لكم متابعينا من خلال هذا المباشر. بارك الله عليك السي المختار، تبارك الله عليك، بارك الله عليك. شكرا لكم متابعينا، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اذا ما بقى لي نشكركم، شكرا على حسن المتابعه، ونتمنى اننا نلقاكم مباشره ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في، متابعي قناه شوف تي في.